والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد لدى مصطفى مزار، تفضل. شكرا إيمان منصور، شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة. بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك. جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول والمنعقد في اليونان. وخلال هذا اللقاء استعرض الفريق أسامة ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية. وأكد الفريق على حرص الهيئة على فتح آفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شراكات جديدة مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية. وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على المشروع المقدم من مجلس الوزراء بمنح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد والتابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع التوسعات الجديدة لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات المحطة الثانية لشركة بالميناء. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اقتصادية النواب. وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن المحطة متعددة الأغراض الجديدة تقام بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من خلال العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 146 مليون دولار ليبلغ مستوى 34 مليار دولار و806 ملايين دولار مقابل 34 مليار دولار و660 مليون دولار في مايو السابق. كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25% و 19.25% و 18.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. أدرج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي أصدرته مصر خلال فعاليات يوم التمويل في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 كأبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية. ذكر التقرير أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أصدرته الحكومة بالتنسيق مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد لتعزيز التمويل المناخي وتيسير الاستثمارات التي تحقق أهداف العمل المناخي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت القياسي بما نسبته 61% لتحقق وتصل إلى 75 دولار و36 سنتا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.73% ليصل إلى 70 دولار و55 سنتا للبرميل. هذا وقد هبطت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 2.24% لتصل وتحقق 2.44 دولار للتر.
هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.88% لتسجل ما قيمته 2.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن الطاقة الإنتاجية لنفط البلاد تبلغ حالياً 5.4 مليون برميل يومياً، وأن بغداد تهدف إلى تعزيز هذه الطاقة. أضاف وزير النفط العراقي على هامش مؤتمر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في فيينا، أضاف أن العراق يتطلع ضمن خطة واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية في البلاد إلى 6 ملايين برميل يومياً، وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة القادمة. تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام قبل الماضي 2021، وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي. أضافت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري انخفض بنسبة 7.3% ليصل إلى 69 مليار دولار، وانخفضت واردات السلع والخدمات إلى 2.3% لتصل إلى 316.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2021. هذا وانخفضت الصادرات ب 8% لتحقق وتصل إلى 247.1 مليار دولار. تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو 1%، وجاء انخفاض البورصات بسبب انحسار الإقبال على المخاطرة بفعل تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي والمزيد من الرفع في أسعار الفائدة عالمياً، وذلك إلى جانب تأثير المعركة التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. هبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 8%، وذلك بقيادة خسائر مؤشر البناء والمواد الخام والتي زادت على 1%. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع إيمان ودينا. شكرا لك مصطفى.